احنا الان تنتواجدوا امام قبه البرلمان باعتبار ان المغرب هو دوله مؤسسات، والان كنعطيو اشاره عن طريق الضحايا الى الجهات المسؤوله باش تدخل من اجل فك هذه الخيوط، لاننا كنعتبروا بان الان المغرب كيطيح في اول اكبر عمليه نصب في تاريخ المغرب، وهي هذه العمليه هذه ديال العقار اللي قامت بها مجموعه ديال باب دارنا. الان الملف عند القضاء، القضاء في مرحله التحقيق، وكاين ملف اخر يهيئ الان غادي نوضعوه اما غدا ولا بعد غدا امام الشرطه القضائيه، من اجل باش نعطيو اجراءات اخرى جديده لادخال عناصر ما وقعش الاستماع لها من طرف الشرطه القضائيه السابقه. ما نقدرش نقول لكم بالضبط عدد الضحايا، الان وصلنا ل 220 ضحيه. جلهم منين؟ فيهم مغاربه مقيمين بالخارج، فيهم محامون، فيهم قضاة، فيهم ربابنة الطائرات، فيهم مجموعة من الناس اللي هما عندهم مستوى اجتماعي معين اللي مشاو في الغلط. ذاك الإشهار اللي تعمل في القنوات المغربية بدون ذكر اسم القناة كان من المحفزات اللي حفزت واحد المجموعة ديال الضحايا أنهم ينساقوا أمام هذه العملية ديال النصب. طبعا هذا هو الإشكال، لأننا سمعنا الفنانين الكبار، الفنانين اللي عندهم وزنهم الفني في السوق الفنيه، وبطبيعه الحال يستحيل انك تطيح البالك ديالك انه غادي يمكن تكون شي عمليه اللي ماشي سليمه. فين وصل الملف دابا حاليا؟ الملف الان معروض على قاضي التحقيق. دابا قاضي التحقيق راه تيفك الخيوط ديال الملف، وراه قام بالعقل ديال جميع الممتلكات ديال وديال الشركات اللي تابع لهم، وحنا مازالين خدامين في الملف باعتبار اننا حنا كنشكلوا واحد المجموعه ديال محامي الضحايا. انا هي ساكنه في انا هاد الوقفه بعدا كاينه كنوقف باش جميع المواطنين مغاربه في الداخل في الخارج كلهم يتساندوا معنا، لان اليوم عليا وغدا عليك، كلنا خصنا المغاربه كلنا نتفقوا على هاد المافيا اللي هلكاتنا في صحتنا. انا عندي بنتي في فرنسا غدا كانت غتجي تشري في مراكش، دابا كتقول لك عمرو ما تحط اورو واحد في المغرب، ولو اورو واحد ما تحطوش، وجميع هذوك الناس اللي ساعدوك جميع هذيك العصابه ديالهم، لان حنا يلا دابا شدوا سته هما راه مئات جاوا، حنا بداو علينا من باريس، ديجا من باريس جات بنتو بدات كتنصب علينا من تما، ودار واحد ستاند قد السخط باش من المغنيين وبهذا، تقول ما يمكنش لك ما فيش الا ذاك ستاند ديالهم، وتنطلب انا مشات لي 30 مليون، وهذه ماشي اول مره، انا ديجا نصب عليا واحد اخر في مشروع واحد اخر في دار بوعزر دار لي 23 مليون، هذه المره قلنا غنمشيو عند البروموتور، البروموتور ما يمكنش لك، حنا انا عندي فيلا سومي فيني، ما يمكنش لك ما تثيقش سيدي، ما يمكنش لك نصبوا علينا. انا نقول لك كيفاش قالوا لنا، بعدا جاوا بعدا لباريس وهما ما عندهمش الاراضي، بعدا خاص جميع الصحافه كلها باش تعرف باش ماشي واحد باش بحال هذوك اللي داروا الاشهار بحال في السماب ايمو ديال باريس، كاين دي كونديسيون باش يكون الواحد خصهم يكونوا سيغ بلا البروجي عنده او موان لو تيغان، هنا ما عندناش لي تيغان، السيد ما عندوش لي تيغان، خص جميع الجهات كلها تعرف تاكد بعدا من شنو غادير، عاد ديك الساعه تيحن الله، عاد ديك الساعه تيدير وعاد النصب بالاخر ديال التلفزيون شفناهم في رمضان جوج مرات حنا تنشوفهم في رمضان، ومني شينا عندهم باش عارف النصب كيف داير، باش تعرف النصب كيف داير. انايا عندي دي ميساج مازال الان كي عطيت 30 مليون وبقاو تابعيني بالاخسلمون، واش تقدر تزيدي؟ حيت قلت لهم راني مزربه في البني، زيدينا ونبداو لك، زيدينا ودوك ما كاين والو منو يوقف معنا، لان هذا المشكل ما غاديش يحلوا لينا غير هو، هذا مشكل كبير وعويص في بلادنا، حنا بغينا نتحيد هذا المافيا ما تبقاش، علاش بغينا ولادنا يجيو مطمئنين، لا بغاو يشريو يكونوا مطمئنين، الا بغاو يديروا شي مشروع يكونوا مطمئنين، ماشي فين ما نجيو يسرقونا. عينا سيدي عينا بزاف.
بزاف. هادشي ما خصو يحبس. تطلب من صاحبي الجلابه وكنكرر الطلب ديالي يا صاحب الجلاله، راه حنا غير نتايا اللي غتوقف معانا، ما عندناش اللي غيوقف معانا. حنا 112 مليون، 112 مليون. انا غير خدامه اوفغيير سي فولي، انا جيتي اوفغيير في بلجيك، جتخافايي توت ما في، خديت التقاعد جيت لبلادي زعما باش نعمل شي حاجه فين غندوز اللي بقى ليا في عمري. راه داير اشهار اشهار في التلفزيون، كاينه هذيك سو، كاينه درابيل، كاين داك الخياري، كاين يعني غير الممثلين المعروفين، كيفاش ما نثقوش فيهم؟ حيت كاينين ممثلين معروفين. وكان رمضان، كان رمضان في 2017 كان رمضان. السلام عليكم الاخوان، حنا الحمد لله جينا اليوم كنضامنوا مع ضحايا باب دارنا اللي بكل صراحه هادشي يدمي القلب والله العظيم. هادي الاخ ديالي انا جيت باش نساندو، وكاع المغاربه تبارك الله راه مساندين مساندين بعضياتهم. وكنشوفوا زعما اكبر جريمه نصب وقعت في تاريخ المغرب راه هي هادي. بكل صراحه كانت عصابه محكمه اللي دارت الاشهارات في سميتو في التلفازه، الناس جابوها في رمضان فوق، يعني الانسان اللي كياخذ داك الوقت وكيدير فيه اشهار، يعني الناس هذا السيد اللي بغى يدير اشهار خصو يدير وثائق ديالو، رسوم عقاريه، يعني انسان واقفين معاه ناس في الجماعه في العماله، يعني عنده عصابه كبيره اللي خلاته يستطعم هذا الكم الهائل من الاموال، لسات يجيب الفلوس من برا، امريكان دار معارض في فرنسا، والناس مسؤولين ما تحركوش. هاد السيد حنا كنقولوا صوبوا غير ورقه تيك فوالا كيسخسخوك، سير طلع نزل. هذا دار اش نقول لك، دار مدينه وما عرفوش كيفاش. في الاخر يسولهم يقول لهم حنا ما عرفناش كيفاش، ما نكذبش عليك زعما كنطالبوا صاحب جلاله الملك يدخل في هذه المساله، وكل واحد عنده دخل في هذه القضيه ياخذ الجزاء ديالو. حيت راه ما يمكنش انسان يدير بحال هاد الجريمه ويسكت عليه، خاصه كلنا نوقفوا وقفه واحده، وهادشي كنتمناو ان شاء الله. تقريبا انا بالعدد الاخ ديالي عطى 50 مليون فيلا، دفع لهم 50 مليون، وتقريبا المبالغ تتراوح ما بين 40 و 50 مليار اللي دا لعباد الله، ما نكذبش عليك. والناس في السكن كانوا كيطمحوا في العيش الكريم ويديروا زعما يديروا الشقه فين يسكنوا. كاين المراه، كاين الاسره اللي تشردات وقعدت فين تسكن، كاين السيد اللي جميع الاموال اللي جمع مسكين في حياته كامله لاحق لاحق في الخوان ما كاين والو، يعني الناس تسبوا يدخلوا، خصهم ينصفوا الناس في السكن. هاد الناس اللي حنا جايين دابا من كازا، الناس خصهم ينصفوا الناس اللي واقفين هنا. بكل صراحه ما نكذبش عليك، خاص القانون ياخذ المجرى ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، معكم احمد بابو، ضحيه من ضحايا باب دارنا، من مئات الضحايا ديال باب دارنا. اشتغل بالخليج ديال السعوديه، وكنت قمت بواحد العمليه ديال اقتناء سكن قبر الحياه كما كنقولوا حنا في المغرب، لي ولوليداتي بعد الرجوع ان شاء الله من السعوديه. لكن نصطدم مع شركه عقاريه نصبت علينا هذه الشركه العقاريه، خذت لنا فلوسنا وخذت لنا جميع المدخرات ديال السنوات اللي بقيناها في السعوديه. والان احنا كنامنوا بالعداله في المغرب، لكن كنناجدوا صاحب الجلاله باش يوقف معنا في هذا الملف هذا، ويدخل تدخل عاجل باش نسترجعوا جميع الاموال ديالنا، لان هذا شقاء ديال سنوات، سواء كنا خارج البلاد او داخل البلاد. فالانسان دائما كيفكر باش يدير واحد البيت اللي غيستقر فيه هو وليداتو، لكن لقينا شركه نصبت علينا، وهذه الشركه هذه راه استعملت جميع الوسائل ديال الاشهار، باش تستقطب الناس في القنوات التلفازيه، في الالواح الاشاريه، لي بانو اللي مديرين على 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 على, على, على الاراضي الوهميه اللي كانوا كيقولوا بانهم اراضي غيبنوا عليها الفلال ويبنوا عليها العمارات ويبنوا عليها البنايات ديالهم.
لكن هذا الشيء كله كان كذوب في كذوب. السلام عليكم. محمد جلول، شركة مون ترافول اللي خدمت مع شركة راس مال انفيست وشركة شركتين اللي كيمثلهم باب دارنا كانت هي خدعة، ما كناش كنعرفوا على باب دارنا. باب دارنا تخلقات في 2019. الإشكال اللي وقع هو أننا كنا تأونجاجينا مع الوردي، تأونجاجينا بعد المشاريع اللي حنا كمقاولة باش نبني واحد ثلاثة ديال المشاريع في 2017. بدينا خدامين سنين كونترات مع عند النوتير موهوب، وكانوا داك لي كونترا اللي ممكن نوضحوهم نشوف التوفيق ان شاء الله مستقبلا، اننا مثلا نعطيوهم اننا داك الشيء ديزينا لنا الموهوب ان لي كونترا ولي هذا كل شيء لي بلون اوتوريزي. كنتفاجئوا بان دوك لي بلون ماشي اوتوريزي، وكنتفاجئوا واحد بعض في مرات من المرات ان اصحاب الاراضي دوك اللي حنا خدامين عندهم هجموا علينا وضربونا ومشينا درنا واحد الشكايه. قلنا له فوالا يعني اجي فك معنا هاد المشاكل ديالك. بقى كيتماطل من 2017 هو كيتماطل حتى 2018، اللي دعانا اننا حنا يمكن ربما كنا غنتشردوا حنا واحد المجموعه ديال لي زونتربريز اللي ممكن حنا كنعانيو اكثر من هاد الناس هادو. كتعرف شنو هو لونتربريز، انها كتعتمد بزاف على التقنيات ديال ان الكريدي وهذا وهذا، يعني اللي ربما معلومه نصبنا مليار و100 11 مليون ديال الدرهم اللي مشات لنا حنا والمقاولين صحابنا. ودابا اليوم رحنا كنطلبوا من المسؤولين اننا نشوفوا شي حل لهذه الكارثه العظمى اللي كتحيد الثقه من اننا حنا دابا كمقاولين ما بقيناش نقدروا نثقوا في حتى واحد.